مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة تم إنشاؤه في ديسمبر 2020 بشراكة أمريكية مع هيئة الـ USAID وهيئة الأميدست. والحقيقة اللي أنا أقدر أقوله أنه المركز كان انطلاقة قوية جدا للأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة أن هم يحصلوا على كافة الخدمات المتاحة. وبقول الأشخاص علشان أنا عندي 3 فئات موجودين في جامعة المنصورة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم الطلاب من ذوي الإعاقة والأشخاص السادة الإداريين والموظفين الموجودين والسادة أعضاء هيئة التدريس. الحقيقة جامعة المنصورة بها عدد لا يستهان به من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في محيط الجامعة، ممكن إحنا ما نكونش شايفينهم بس هم بالفعل موجودين ومحتاجين مننا خدمات ومحتاجين مننا نمد لهم يد العون. فكان هدف المركز الكبير جدا وهدف وسياسة الجامعة في إنشاء هذا المركز إن هي تقدم هذه الخدمات لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة. المركز قدم لي خدمات كتيرة جدا طول رحلة البحث، زي إنه كان بيحول الكتب لطريقة برايل، وإنه وفر عدد كبير من المتطوعين قاموا بقراءة المراجع اللي أنا اعتمدت عليها في رسالتي وسجلها لي صوتي، وده ساعدني كتير جدا في ان انا احصل على درجه الماجستير في كليه الاداب بجامعه المنصوره بتقدير ممتاز. المركز بالنسبه لي هو نقطه انطلاقه ليا في الحياه، دعيت كتير ان انا الاقي مكان الاقي فيه شغفي ويكون ليا دور في المجتمع واحس ان انا شخص مفيد، ودعيت ان انا ربنا يبعت لي حاجه مناسبه ليا ولظروفي، وفعلا لقيت ده كله في مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقه. المركز مليان اتاحات، مليان افاده ليا في كل المجالات من ناحيه الدورات التدريبيه والمنح الدراسيه، وكمان ان انا دايما بساعد زمايلي من ذوي الاعاقات المختلفه. اثبت لي المركز رساله قويه جدا كل يوم بشوفها مع ذوي الاعاقه، وان هي مهما كانت اعاقتك فانت شخص متميز وقادر تضيف للمجتمع، مش شخص عالي زي ما ناس كتير فاكره ان ذوي الاعاقه بركه او عاله او ملوش دور، لا احنا قادرين بس قادرين باختلاف. خدمات تعليميه بكافه اشكالها من تسجيلات صوتيه ومن طباعه برايل ومن متطوعين بيقعدوا وبيحبوا جدا ان هم يؤدوا هذا العمل بقوه جدا للاشخاص ذوي الاعاقات المختلفه. عندي كمان الارشاد الاسري والنفسي للاشخاص من ذوي الاعاقه، عندي كمان مجال الانشطه، بس الحقيقه ان الانشطه بتتقدم في المركز بشكل غير مسبوق، لانه الانشطه مش مجرد ان انا بضيع وقت ابدا، ده انا بعمل من خلالها تنميه بشريه وتنميه ذاتيه للاشخاص من ذوي الاعاقه. وعلشان كده مجموعه او حزمه الانشطه اللي تمت داخل المركز لم يتم تناولها في جامعات مصر كلها، وانا بقول انه ده بالفعل حصل. عملنا تصوير فوتوغرافي، علمنا المكفوفين ازاي يصوروا فوتوغرافي، ودي كانت حاجه غير مسبوقه في الجامعات المصريه. بصراحه من خلال المركز ده احنا قدرنا نوصل للعالم كله معنى كلمة قادرون باختلاف. أنا واحدة من الناس اتعلمت التصوير الفوتوغرافي، طبعا الناس كلها كانت مستغربة وشايفة ان الموضوع ده مستحيل، مش غريب بس لا مستحيل، بس قدرت ان انا اصور والحمد لله اثبتت كفاءة في الموضوع ده، وان شاء الله شغال على الموضوع ده عشان يبقى فكرة جديدة ان شاء الله في المستقبل نشتغل عليها ونشتغل بيها. برضو دخلت اتعلمت إشارة، لغة الإشارة اللي هي المفروض الصم بيستخدموها. كل الناس برضو بتستغرب كفيف ازاي هيستخدم الاشاره، بس ممكن في مواقف كتير بتستدعي ده. برضو قدرنا نتعلم ده من خلال المكان هنا. علمنا المكفوفين ازاي يعملوا اسعافات اوليه، ازاي يدوا حقنه وازاي يقيسوا ضغط، فعملنا دي كانت برضو حاجه بالنسبه لنا طفره. يعني القضايا المستحدثه اللي موجوده على الساحه كلنا بنحاول ان احنا دايما نكون في ركبها، فكان دوره التغيرات المناخيه والمناعه وتاثيرها على حياه الاشخاص ذوي الاعاقه، دوره الحقوق والواجبات اللي في الموجوده في القانون المصري، دوره اليوسي ماس ازاي اقضي على صعوبات التعلم وخاصه عند ذوي الاعاقات الذهنيه وذوي الذكاء المحدود. عملنا الطفره الكبيره ان احنا جبنا اولياء الامور وعلمناهم ايه هي الحاجات اللي تساعدهم ازاي يتعاملوا مع الاشخاص من ذوي الاعاقه ومع اولادهم من ذوي الاعاقه. الحقيقه ان كل ام واب بتجتهد مع اولادها، ولكن احنا حاولنا نساعدهم بشكل او باخر علشان ازاي يتعاملوا بشكل حرفي يساعدهم ويشيل الضغط النفسي اللي في قلوبهم. وبشكر المركز على الدعم اللي بوجهه للطلبة في الأنشطة وفي التدريبات في أي دورات يعني الطلبة بيستفاد فيها، فبنشكر المركز والقائمين عليها على الأنشطة دي، وكمان بيوجه الدعم والتدريبات لأولياء الأمور في التدريبات وإزاي يعاملوا أولادهم دراسيا وسلوكيا. جامعة المنصورة بتسعى إلى أن تكون جامعة دامجة للجميع. الانطلاقة الكبيرة في الاحتفالية بتاعتنا النهاردة وهي إن إحنا بنقول مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مؤمن بالقادرون باختلاف، حطهم على بداية الطريق وبيقول لهم هيا انطلق.